الثاني عشر الخاص هنا أيضا بالزمول المهجنات الأصايل من هجني أصحاب السمو الشيوخ على أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات والتحديات المسائية. نتابع معكم سويا هذه الانطلاقات ونتابع هنا آخر أشواط زمول المهجنات، وتبقى لدينا شوط واحد في هذه الأمسية خاصة بالحول المحليات الأصايل. هذا شوط ما قبل الشوط الختام، ونسير هنا مع الفارس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع الزعيم محفوظ بن خميس لنيبي في تضميرة، بينما مناور من وصل على المركز الثاني في هذه الانطلاقات وشعار زعفران الفائز بالشوط الماضي هنا بشعار حفيد قلب الأمة سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان مع يمعة بن عتيج بن كسل الرميثي من يتابع في هذه الانطلاقات، بينما المركز الثالث يأتينا الواعي من هجن الرئاسة هو سهيل بن حمد بن دري الفلاحي في تضميرة، وعلى المركز الرابع يأتي مياس من هجن الرئاسة بقيادة علي بن يمي اللوهيبي، من ينطلق الرابع عن المركز الخامس والسادس والسابع شواهين العاصفة مع غياث الهلالي، بينما المركز الثامن بهذه الانطلاقات والتحديات هناك هجن زعبيل المنطلقة على ثامن المراكز هنا بالانطلاقات والتحديات، مع أيضا المضمر هنا بالانطلاق والتحدي هذا الأداء الجميل هنا راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يقدم لنا شاهين هذه الانطلاقة والتحديات الجميلة على المركز أما هناك الانطلاقات والتحديات على المركز التاسع، المركز التاسع والقادم هنا في هذه اللحظات اسكود لسمو الشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسم وعبد الله بن سيف بن مصبح الكيبالي من يتابعه على المركز هنا ايضا في هذه الانطلاقات التاسع والمركز العاشر والقادم هناك شاهين هجن العاصفه مع غياث الهلالي بهذه الانطلاقات والتحديات الجميله بهذا الاداء الجميل. نعود مشاهدينا الكرام الى الصداره، نعود الى المقدمه والى المركز الاول وصداره هذا الشوط، وهنا تحدي ثنائي جميل نتابع بهذه الانطلاقات، هناك صدارة والمقدمة ثنائية من قبل هنا الفارس سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع محفوظ بن خميس لنيبي، وهناك الانطلاق من مناور لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان مع يمعة بن عتيج بن كسل الرميثي من يتابع على المركز هنا أيضا الثاني، بينما المركز الثالث بهذه الانطلاقات والتحديات والإثارة الجميلة بهذا الأداء الجميل والإثارة هنا الوصول من مياس هنا من هجن الرئاسة الظافر علي بن يمي اللوهيبي من يتابع هذه الانطلاقات، القادم على المركز الرابع شاهين هجن العاصفة وغياث الهلالي المتابعة، هنا يأتينا الواعي خامسا هجن الرئاسة مع سهيل بن حمد بن دري الفلاحي في التضمير، من ينطلق على المركز الخامس هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة هنا والإثارة المتميزة بهذا الأداء.
شاهين القادم على المركز السادس هنا وشاهين على المركز السابع هجن العاصفة وغياث الهلالي في المتابعة بينما المركز الثامن ياتي هنا سكود لسمو الشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي وعبد الله بن سيف بن مصبح الكيبالي من ينطلق بهذه التحديات والإثارة الجميلة أرى من الجانب الآخر أرى وصول هنا أيضا الحاسم القادم لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر حمد بن علي العويسي من يتابع الرئاسة قادمة هناك هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة هنا هذه الانطلاقات مع القادم في هذا الأداء المميز الجميل هناك هجن الرئاسة مع راشد بن محمد بالسم المنصوري القادم بهذه الانطلاقات والتحديات هنا والإثارة مع شاهين بينما القدوم هنا على المركز العاشر والقادم بهذه التحديات نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط وهنا هنا تحديات جميلة وأرى التغيير على المقدمة وعلى المركز الأول تدخلت العاصفة وهجنها هنا بشاهين على الصدارة على المقدمة على المركز الأول ومتابعة غياث الهلالي مناور على المركز الثاني مناور على المركز الثاني وهنا لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النيان يمعى بن عتيج الرميثي في تضميرة عاد إلى الصدارة في هذه اللحظات يأتينا الفارس على المركز الثالث لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النيان محفوظ بن خميس لينيبي في تضميرة من يأتي على المركز الثالث المركز الرابع مياس هنا هجن الرئاسة مع علي بن يمي اللوهيبي المركز الخامس شاهين هجن الرئاسة مع هجن العاصفة عفوا من ينطلق على خامس المراكز نعم هنا بهذه الانطلاقات مع غياث الهلال الواعي في المركز السادس هجن الرئاسة مع سهيل بن حمد بن دريج الفلاح القادم على سادس المراكز المركز السابع هنا هجن العاصفة مع شاهين غياث الهلالي في المتابعة المركز الثامن يأتي شاهين هجن الرئاسة مع راشد بن محمد بالسمة المنصوري في تضميرة وهناك ياتي سكود لسمو شيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي عبد الله بن سيف بن مصبح الكيبالي في تضميرة من ينطلق تاسعا المركز العاشر المركز العاشر والقادم هنا هذه اللحظات شايم لسمو الشيخ خليفة بن ذياب بن سيف بن محمد انهجان مع الصادق فضل الامين هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الاولى لنا عودة هنا متابعينا الكرام مع المنعطف الأخير منعطف هذا المضمار وشوطنا ما قبل الأخير هنا في الانطلاقات في التحديات في الإثارة المتميزة والصدارة هنا والمقدمة هجن العاصفة مع شاهين على الصدارة شاهين على المقدمة على المركز الأول ومتابعة غياث الهلالي غياث الليالي ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول بينما مناور هنا على ثاني المراكز مناور لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيج بن كسل الرميثي المحترف في تضميرة من ينطلق على المركز الثاني هنا في هذه الانطلاقات يبغي نقطة أخرى مسائية هناك سجل مع زعفران في الشوط الماضي من إنتاج المختبر وهنا قادم بمناور أيضا بهذه الانطلاقات والتحديات هناك الفارس على ثالث المراكز لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان هو الزعيم محفوظ بن خميس لنيبي في تضميرة من ينطلق على المركز الثالث المركز الرابع وصل مياس هنا بهذه الانطلاقة مياس هنا من هجن الرئاسة مع علي بن مي اللوهيبي شاهين هجن العاصفة خامسا مع غياث الهلالي سادسا شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي سابعا القادم شاهين هجن الرئاسة مع أيضا
المضمر هنا راشد بن محمد بالسم المنصوري الواعي القادم، الواعي قادم هنا من هجن الرئاسة مع السيد بن حمد بن دري الفلاحي ثامنا شاهين هنا المنطلق من هجن الزعبيل بقيادة المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد والطليلي وصل في هذه اللحظات لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر سالم بن سعيد بن منانة. هذه هي الأسماء، هي الأسماء المنطلق يسلم. بدأت التحديات، بدأت الإثارة هنا هنا مع شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. شاهين 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 هنا انتهت حزام الغابات، انتهى حزام الغابات يا مضمرين. وبدأت الانطلاقات، بدأت التحديات، شاهين على الصدارة على المقدمة هجن العاصفة غياث الهلالي يتابع على الصدارة. هناك ياتي مناور لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان معي مع بن عتيج الرميثي في التضمير. شاهين على المركز الثالث هنا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي المركز الرابع. من الجانب الآخر الفارس سمو الشيخ ضياف بن محمد بن زايد النهيان بقيودة المضمر محفوظ بخميس لنيبي. شاهين قادم، شاهين على المركز الخامس مع 800 متر الأخيرة هنا من هجن الزعبيل المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتابع. ولكن العاصفة وهجنها تنطلق على الصدارة، تنطلق على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هذا الانطلاق الله الله 600 متر ما تبقى، 600 متر ما تبقى على النهاية. وهناك شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة الله الله. والقادم القادم شاهين، القادم شاهين الله الله. تحديات، لكن هناك شاهين العاصفة منطلقة بالصدارة بالمقدمة بالمركز الأول. شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي على المركز الأول. المركز الثاني يصل شاهين هجن زعبيل هنا منطلقة بقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. يا سلام التحديات، شاهين وشاهين قادم، شاهين وشاهين شاهين وشاهين. ولكن هنا شاهين شاهين هجن العاصفة هي الأقرب للفوز، الأقرب للناموس. تهانينا تهانينا هجن العاصفة على فوز شاهين بالمركز الأول بهذا الانطلاق. شكرا غياث الهلالي. المركز الثاني وصل شاهين هجن زعبيل مع راشد محمد بن سعيد المريض. المركز الثالث وصل هنا شاهدينا الكرام بالانطلاقات والتحديات والإثارة. هناك شاهين هجن العاصفة. المركز الرابع مناور لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان. المركز الخامس هنا بهذا الانطلاق والتحدي الجميل والإثارة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان. 12 دقيقة 49 ثانية، سبعا من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لشاهين. تهانينا هجن العاصفة، تهانينا غياث الهلالي. بينما المركز الثاني هنا انطلق أيضا شاهين بهذه الانطلاقات والتحديات من هجن زعبيل بقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. 13 دقيقة 50 ثانية، ثلاثا من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. بينما المركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام هنا شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي ب 12 دقيقة 53 ثانية، خمسة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا لجميع الفائزين وانطلاقة شوط الختام.